النهاردة هنبتدي دراسة جديدة في رسالة تسالونيكي الأولى، وهناخد النهاردة مقدمة. رسالة تسالونيكي الأولى هناخد مقدمة. تسالونيكي دي مقاطعة موجودة في بلاد اليونان، موجودة في بلاد اليونان. بس قبل ما ندخل لازم من حبة معلومات، لأن النهاردة هناخد مقدمة بس، احنا مش هناخد آيات، لكن هنشوف الأحداث المعاصرة للمدينة بتاعة تسالونيكي كان فيها ايه، علشان نعرف قد ايه المسيحيين معايا. في ناس مش مهتمة، عشان تعرفوا قد ايه المسيحيين اللي وجدوا في مدينة تسالونيكي تعبوا كتير قد ايه. وعلشان نتكلم على الحضارة بتاعة اليونان لابد احنا نقول ان كان يسبق هذه الحضارة عدة حضارات. طبعا اول حضارة في التاريخ كنا نعرف عنها ونسمع عنها اللي هي الحضارة ايه؟ الفرعونية بتاعتنا، اللي هي قامت على ارض مصر، ودي كانت حضارة كبيرة قوي. الحضارة دي قامت عليها حاجات كتير. اللي خلى وجود الحضارات موجودة سواء عندنا أو في بلاد اليونان أو في العراق أو 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 الأساس اللي اتولد حاجة اسمها نهر. فالنهر خلى الناس عاشت حوالين النهر. ليه؟ علشان تقام الزراعة، ولما تتقام الزراعة تقدر الناس تعيش. فقامت الزراعة على جوانب الأنهار في كل الحضارات، عشان كده قامت الحضارات. مع ان في بلاد تانية ما نسمعش انها قامت عليها حضارات. ليه؟ لان ما اتوجدش جنبهم نهر. فحضارات كتير اتوجدت، بس ام الحضارات كانت الحضارة المصرية. وجود مصر في منطقة جغرافية حلوة قوي يحسبها العالم كله. ولعلمكم ان مصر دي كانت كل العيون واقعة عليها من كل العالم. ليه؟ ليه؟ لأن فيها خيرات كتير، ولغاية دلوقتي بالرغم إن إحنا مش لاقيين أحيانا، لكن في إيه؟ خيرات في البلد. بجانب إن كانت أرقى دولة في العالم كله في القديم كانت مصر. كانت مصر. مصر علمت العالم الهندسة، مصر علمت العالم الطب، مصر علمت العالم الأوزان والحبوب هندسة. فالنهاردة عاوز أقول مصر كانت عاملة أوي، لكن فجأة إيه اللي حصل؟ تعالوا نشوف الترتيب بتاعنا دلوقتي على مستوى التعليم. كنا قبل الأخيرة، يعني احنا النصف بتاعتنا في مستوى التعليم كان قبل ايه؟ قبل الأخيرة. دلوقتي خرجت بره القايمة خالص. ده التعليم بتاعنا. شوفوا من البداية كانت ايه، دلوقتي بقينا ايه؟ يتقال ان أول بلد في العالم في التعليم هي سنغافورة، يعني حته صغيره لكن هي اعلى بلد في الايه؟ في التعليم، مع ان في امريكا وي 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 وي، لكن قوة التعليم في سنغافورة اعلى حاجه. طب كان عندكم حضاره؟ لا. لكن مصر عندها الحضاره، لكن ضاع مننا كل حاجه. لكن ادينا للعالم اللي بره اه. ايه اللي خلانا ادينا للعالم اللي بره؟ وقعنا في منطقة تبص عليها كل القارات، فالكل بص عليها وكانت مطمع انهم يجوا يمسكوا مصر. واحنا عارفين ان كل العالم تقريبا، مش كل العالم، كل الاقوياء في العالم هم وقعوا في ايه؟ في مصر. اللي خربها وجود
أربع قرون قعدوا فيها. مين؟ تركيا. تركيا قعدت في مصر تحت مسمى اسمه العثمانيين. الدولة العثمانية طيرت مصر خالص، خلتها كلها جهل، وخلتها كلها تخلف. عصر كله كان تخلف. فنزل الكتف بتاع مصر بعد ما صدرت للعالم حضارات كتير. في تواصل حصل بيننا وبين الحضارات التانية. زي ايه؟ حضارة بلاد فينيقيا دي كانت برضو اللي هي لبنان وسوريا ودخل على اول منطقه العراق، فدي كانت حضاره ثانيه. المهم ان كله تشابه لانه خد من منطقه مصر حاجات كتير. فكانت الحضاره المصريه الفرعونيه كانت فيها حاجه اسمها تعدد المعبودات. يعني في الهه كتير، الهه كتير بيعبدوها. فكان كل بلد كانت فيها معبود، معبود. حتى احيانا مرسى مطروح يلاقي العلامه بتاعتها الغزاله. ده المعبود ده اللي كان موجود من الاف السنين ولسه لغايه دلوقتي. ده غير كده ان كل بيت كان فيه اله مختلف عن التاني. فكل الحضارات خدت من ده. وبالتالي الحضارة اليونانية كانت برضو إيه؟ نفس الفكرة، وكانت عندهم تماثيل كتير في البيوت. انتقلت الحضارة، بس مع كل حضارة بتظهر بيحصل فيه ضعف. إيه الأسباب؟ هنقول أسباب. أولاً لأن كانت كل حضارة كان بيقوم عليها ملوك أقوياء. ولما الملوك الأقوياء كانوا بيقوموا بيعملوا نهضة في البلد، سواء كانت نهضة بقى في التجارة أو في الصناعة أو لكن يعقب الملوك الأقوياء ملوك ضعفاء فتسقط الإيه؟ الحضارة بتاعتهم. وضعفت في مصر وقامت حضارة جديدة من أول أور الجلدانيين، ودي مذكورة في الكتاب المقدس، اللي هي بلد أبونا إبراهيم. وقامت حضارة جديدة هي حضارة بلاد العراق. وحضارة بلاد العراق دي كانت عبارة عن مش دولة واحدة، هي دلوقتي متقسمة كام دولة؟ يعني كذا منطقة متقسمة، هي مش يعني بيتقال إنها دولة واحدة، لكن هي فيها إيه؟ تقسيمات كتير. عاوز أقول إن العالم زمان في العراق برضه كان كده، كان عبارة عن ثلاث مدن. ثلاث مدن، أور وسومر ونكش. الثلاثة دول هم اللي كانوا ماسكين بلاد العراق. اختلفوا مع بعض، اتخانقوا مع بعض، طلع واحد قال لا انا اجي ووحد الدنيا. جه من شبه الجزيره العربيه، وانتم عارفين شبه الجزيره العربيه. راح طالع على بلاد العراق. راح ضربهم هم الثلاثه اهل البلد، وهو اللي مسيطر على الايه؟ على البلد كلها، ووحد البلد. وسمى نفسه دوله اكاديه. خلص من الدوله الاكاديه، جد ملوك كبار ضعفت مرعت الاكاديميه، طلعت دوله جديده من داخل برضه الايه؟ العراق، اسمها قوه بابل. فاكرين بابل؟ فاكرين بابل؟ ده مين سباهم؟ سبا مين؟ بابل؟ شعوب بني ايه؟ بني اسرائيل، وقعدوا عندهم 70 سنه، وكانت قوه بابل دي كانت قويه جدا. ضعفت بابل بسبب الملوك الايه؟ الضعفاء. كانت قوه جديده برضه في قلب بابل. اسمها أشور، ودي كانت قوة كبيرة. ضربت بابل، خدت الشعب اليهودي قعدته عندها. احتكوا بالديانات الإيه؟ الأخرى. أشور دولة كبيرة، وقعت أشور، جت قوة جديدة اسمها قوة فارس، اللي هي بلاد إيران. بلاد إيران قوة كبيرة. وفارس امتلكت اراضي كتير ودخلت وخدت بلاد كبيره لغايه ما ظهرت دوله ثانيه اللي هي ايه؟ دوله اليونان. طلع واحد اسمه فيليب المقدوني كون الدوله بتاعت اليونان على اسمه وعملها دوله قويه، ومات وساب عيل صغير
يا دوبك عنده 22 سنة اسمه الإسكندر الأكبر ومسك الإسكندرية ودخل على مصر ومسك الإسكندرية وسماها على إيه؟ على اسمه. وكانت ليه أخت غير شقيقة اتجوزها اسمها تسالونيك، ومن هنا سمى البطاطا عادية اللي كانت اسمها الحقيقي في الأول فيرما، وراح مسميها على اسم زوجته تسالونيك فتسماها تسالونيكي اللي جت منها دلوقتي تسالونيكي، واتسمت المقاطعة دي تسالونيكي. أصبح إن الإسكندر راجل جبار طال في عهده، اكتسح العالم كله في عهده، كانت في حضارة قوية جدا لدرجة إنهم وصلوا اكتسحوا تقريبا العالم، تقريبا شبه إنهم اكتسحوا العالم. وفوق ده كله اللي كان عنده معبودات كتير، من أشهر المعبودات عندهم تمثال اسمه تمثال زيوس، كان راجل عندهم فنان محترم قوي، راح عامل التمثال ده للإله اللي هم بيعبدوه، ودوت كان من ضمن عجائب الدنيا السبع تمثال زيوس، ومسكوا الدنيا دي ومسكوا البلاد دي. لكن للأسف مات الإسكندر دون وريث، لأنه ما خلفش. ومن هنا ابتدت القوات اللي بعده تمسك الايه؟ المقاطعات او الولايات اللي تحت ايد، كانت تحت ايد الاسكندر. فجه نصيب مصر بطلميوس الاول، وده كان عهد البطالمه في مصر. قعد فقير وعمل حاجات كتير، منها مكتبه الاسكندريه وحبت حاجات كتير. لكن وقع البطالمه في اخر عهد للبطالمه. مع مين؟ مع الملكة كليوباترا. كليوباترا السبعة وقعت لأنها حبت واحد روماني وارتبطت بيه واتجوزته، والراجل ده كان بيحبها قوي، فتقريبا عاوز يهديها حاجات نوبل كتيرة، هو دخلها واقتحمها وخدها ليه. فكان في الرومان بيعملوا حاجة اسمها أقواس النصر. أقواس النصر دي دلالة على إن الراجل ده انتصر، فبدل ما يعملها في الرومان عملها فين؟ في الإسكندرية. زعلوا منه بتوع الرومان، وخصوصا قائد هناك اسمه أكتافيوس دخل في حرب مع زوج كليوباترا كان اسمه أنطونيوس، والاثنين اتخانقوا مع بعض. وإيه اللي حصل؟ إن أكتافيوس وقع مين؟ أنطونيوس. فالراجل ما عجبوش كده انتحر، وراحت منتحرة وراه مين؟ كليوباترا. وجه أكتافيوس مسك مصر، ومسك بعد كده كل الرومان لأنهم بقوا قوة جديدة، مسكوا كمان بلاد الإيه؟ اليونان. وكان الحاكم اليوناني كان قاعد في المقاطعة اللي هي اسمها تسالونيك. بلاد كانوا يعبدوا فيها التماثيل، ويعبدوا فيها الأباطرة، وكانوا يعبدوا فيها قوى الشمس والقمر والنجوم. تخيلوا شعب يؤمن بالمسيحية في وسط هذا الجو، اللي يحصل ناس تعبانين، العالم اللي حواليهم مش بيتعاطف مع الإيمان بتاعهم لأنه إيمان مغاير ليهم. وعاوز أقول لك، ما هو ده نفس الجو اللي أنت إيه؟ اللي أنت عايشه. نفس الجو اللي أنت عايشه هو ده، محدش بيتعاطف معاك. ده طلع ياسر برهامي بيقول ليه يتقال على دول شهداء؟ مش عاجبه ان يتقال عليهم شهداء، مش عاجبه. وقال ده فين؟ في مجلس الشعب نفسه، مش عاجبه. وهو نفس الجو اللي انت عايشه، هو
بتاع زمان برضو. احنا العروض مقررة ما بتغيرش منها ايه؟ ما بتغيرش منها حاجة. تسالونيكي تضع حاليا تسالونيك كانت عاصمة احدى مقاطعات مقدونيا باليونان، يعني دي العاصمة بتاعت الايه؟ المقاطعة بتاعت بلاد اليونان مقدونيا. كانت مشهورة تسالونيكي زي مصر قوي بسبب الموقع الجغرافي بتاعها، فكانت لتسالونيك أهمية عظمى في ايه؟ بسبب الموقع بتاعها الجغرافي. المناخ بتاعها رائع جدا، موقعها عبر البحر المتوسط رائع جدا، يبقى فيه تجارة، في زراعة، في صناعة، في تواصل ما بين الحضارات وما بين بعضها، في تواصل حضارات، ده بيدي ده وده بياخد من ده. فعلشان كده المدينة دي صارت مدينة ايه؟ غنية جدا، غنية جدا. سكنها الجماعة الأغنياء بتوع ايه؟ بتوع الرومان، ودي جذبت الاهتمام بتاعهم لأن ده المكان التجاري والمكان اللي يقدروا يعيشوا فيه ويكونوا فيه كمان أغنياء أكتر من الغنى بتاعهم. وزي ما قلت قبل كده سكن فيها الحاكم الايه؟ الرومان. البلد دي كانت فيها تجارة رائعة جدا، فيها بيزنس كويس قوي، فبالتالي لازم يكون فيها ايه؟ يهود. أي مكان يكون فيه بيزنس عالي لازم اليهود يكونوا ايه؟ متواجدين فيه. عشان كده اللي ثلث السكان كان من ايه؟ اليهود. وكان عندهم في قلب المدينة دي 20 مجمع يهود، مجمع يهود يقعدوا ويعيشوا في حياتهم الدينية. فتصوروا كده لما يعيشوا في حياتهم الدينية ويجوا حد يغير الإيمان بتاعهم هيعملوا فيه إيه؟ فالعملية بقت إيه؟ بقت صعبة. اليونانيين لأنهم حضارة تواصلت وجموا وقعدوا في مصر فترة طويلة، فخدوا من مصر وادوا لمصر وساعدوا مصر في حاجات كتير، لكن تأثروا بالفكر المصري. في ايه؟ تعالوا بصوا كده، عرف اليونانيين طقوسا دينية ايه؟ متعددة، كالمواكب الايه؟ ما هو دوت اللي كانوا بيعملوه في مصر، كانوا للجنازة بيعملوا لها موكب غير عادي، وكانت ليهم معابد اسمها المعابد الجنائزية، كانت ليهم ده. وبالتالي لأن مصر كانت فيها موسيقى وفيها أناشيد، فهم بالتالي خدوا من ده وطبقوا عندهم. وكان يعتقد المصريون في السحر، واعتقد أيضا اليونانيين في الايه؟ في السحر. فكانوا بيمارسوا كل الطقوس، لكن بجانب الطقوس بتاعت السحر وبجانب الموسيقى بجانب العبادات الوثنية للتماثيل كانوا بيمارسوا الجنس في المعابد. فعاوز أقول هنا إن وصلت اليونان لناحية دينية مترددة، وصلوا لكده. وده الجو اللي عاش فيه الإيه؟ المسيحيين الذين آمنوا بالإيه؟ بالمسيحية في هذا المكان. علشان كده كان بولس الرسول لما وجه الرسالة دي للمدينة دي كان بيتكلم عن أنك تكون حياتك طاهرة. أرجع وأقول مرة تانية إن الجو المحيط بالمسيحيين الذين كانوا في تسالونيكي هو نفس الجو المحيط بيا أنا دلوقتي.
احنا عندنا ده كله، وان كان مقنن او مش معروف لبعض الناس. لكن تعالوا اتفرجوا على هذه البلد لما قبلت الايمان. هذه الدولة لما قبلت الإيمان، إيه اللي حصل؟ تسلميكي وقبول الإيمان. أي حد مؤمن على قلبه أن يوصل رسالة المسيح لشخص، لابد أن يسيب بصمة عند هذا الشخص. تاني، أي مؤمن على قلبه أن يوصل رسالة المسيح لشخص، لابد أنه يسيب بصمة عند هذا الشخص. لازم تسيب بصمة، وإن كان هذه البصمة أحيانا ما بتكونش مؤثرة في الوقت نفسه، لكنها ممكن تعطي بعد سنين كثيرة. وكثيرين من الذين دخلوا الإيمان كتير كانوا يعرفوا عن المسيح من كام سنة، لكن جالهم التوقيت اللي يقدروا يقولوا فيه أنا مسيحي. جالهم التوقيت اللي يقدروا يقولوا فيه أنا مسيحي. ليه؟ لأني الثمرة أنت بتبنيها، لكن تيجي أنت مش مشكلة. تيجي أنت قول الرسالة ووصل الرسالة بتاعت المسيح بقوة. بولس الرسول كان من الشخصيات الذي يريد أن يرسل كلمات المسيح ورسالة المسيح وحب المسيح للبشر للأمم، صح؟ عشان كده دعي برسول للأمم. لكن كان دايما كل مدينة أممية بيدخل فيها زي تسالونيكي كان بيدخل مجمع، أولا مجمع يهودي ويتكلم فيه ويتكلم فيه، لأن مين أقرب، ممكن أقرب حد يدخل في الإيمان شخص يعرف من نبوات العهد القديمة التي تتكلم عن المسيح. فكان بيدخل المجمعات اليهودية. فعلى كده يقول لي إن زار بولس الرسول هذه المدينة في رحلته التانية، وكان معاه سيلا وبين وتيميساوس. سيلوانوس هو سيلا، وده كان حوالي سنة 52 ميلادية. واللي يقرأ أعمال الرسل الإصحاح 17 يتكلم على الزيارة التانية ديت لبولس الرسول، ومن ضمنها كانت مدينة تسالونيكي. بس أهم ما يميز بولس الرسول عندما كان يعطي الكلمة ما يقولكش اقبلها كده زي ما هي. ما كانش يقولك لا تناقش يا أخ ولا تجادل، لا ما كانش كده. ده كان الأسلوب الأعظم لتوصيل الرسالة هو انك انت تقدر تقعد وتقيم حوار مع اللي حواليك. فكان اسلوب بولس الطرازي هو الايه؟ وكان يحاديهم. يعني ايه يحاديهم؟ يعني سين ودي حوار بين اثنين، ياخد ويدي، وهو دوت اللي يوصل الرساله كويس قوي. لكن تقول لا هو الموضوع كذا كذا كذا، ما تتكلمش، استنى ما تتكلمش، انا هقولها، وتقول له ها خلاص انا عملت اللي عليا، انا قلت لك لا خد وقت. الحوار اجدى كثيرا جدا من الاستماع فقط، انك تقعد تستمع بس. علشان كده لما بتكون في بدأ مئة صغيره 10 15 يفضل ان يكون حوار في موضوع. لكن لو كان اجتماع في كنيسه مش هينفع يتعمل ايه؟ حوار، لأن اللي هيتكلم قدام مش هيسمع اللي ورا. ولما تيجي تقيم
وصل الرسالة لأي شخص غير مسيحي، أولا لازم تكون زيه في إيه؟ لابد أنك تكون الأول متتلمس، يعني تلميذ. التلميذ هو اللي بيقعد بيفتح كتاب، بيفتح كشكول، يمسك قلم، يقعد يدور نقط ويكتب، يدرس كويس. ولما بيدرس كويس بيعرف يجيب نتيجة في الإيه؟ في الآخر. طب أنا لما درستش كويس أنا مش هجيب نتيجة. بولس كان كده، تعلم تحت يد رجل اسمه غمالين، بعد ما قابل مين؟ من الله. وعندما ذهب الله إلى الإيمان كان حوار ما بين الله ومين؟ وبولس اللي كان اسمه شاول، وقام حوار بينه وبين الاثنين. ودي كانت أول رسالة توصل لبولس، إنه لابد إنه يكون في حوار ما بين إيه؟ طرفين، علشان يقدر يوصل الرسالة. وسمى وتسمى بعد كده، تغير اسم إيه؟ شاول إلى بولس. وهم اللي اختار الاسم ده مع أول شخص قابله وأدخله في الإيمان، كان واحد اسمه سابيوس بولس، ده في سفر الأعمال الرسل، كان والد، دخلوا إلى الإيمان. ومن هنا بولس أطلق على شاول، أطلق على نفسه بولس. فهنا بولس عرف يدخل المجمع اليهودي، وكان يحادي ثلاث إيه؟ ثلاث سبوت. يعني إيه ثلاث سبوت؟ يعني ثلاث أسابيع. والمجمع بيقيم الصلاة تحته يوم سبت، ما بيعملش غير كده غير يوم السبت. هدف الرسالة، الرسالة هدفها ايه؟ كان بولس عاوز يوصل ايه؟ عاوز يعمل ايه؟ اولا لانه كان نفسه يدخل المدينة دي ويزور، وفعلا وصل للمدينة دي. بس بعد ما وصل للمدينة دي اللي هي تسالونيكي، كان قبلها في مدينة تانية. ايه هي المدينة التانية دي؟ مدينة فيليبي، وفي رسالة اسمها رسالة، وعلى ضوءها دخل السجن واتسجن، اعتقل في قلب السجن، اعتقل في قلب السجن، وقعد فترة في قلب السجن. وأقدم أحلى رسالة، لأنها يسموها رسالة الفرح. رسالة الفرح في داخل السجن، أطلق رسالة اسمها وكتب فعلا أربع رسائل في داخل السجن. ودي كانت فعلا من ضمن رسائل السجن اللي هي فيليب. خرج من فيليبي، وكانت المسافة من فيليبي إلى تسالونيكي 165 كيلو، لكن وصل إلى المدينة دي. ليه؟ إيش معنى المدينة دي؟ لأن في واحد جه وقال له اعبر إلينا واعن. ده كان من مجدون، رجل مجدون. يتقال كده ان في سفر اعمال الرسل ان الراجل مدون جه جاله وجات عنده قال له اعبر الينا واعن، يعني تعالى انقل الرساله دي الحقنا. وفعلا اتحرك بولس الرسول وذهب الى مدون وقعد فيه. بس خدوا بالكم، قعد يا حجين كم اسبوع؟ ثلاثه اسابيع. وبعدها انتقل إلى مدينة أخرى اسمها بيرية. بس انتقل ليه؟ لأن اليهود ما قبلوش الكلام بتاعه، لكن في قلب المدينة دي كتير قبلوا الإيه؟ الإيمان. وعلشان كده لما قبلوا الإيمان قعد الثلاث إيه؟ الثلاث أسابيع يكمل. لكن طلق سيلا وتيميساوس في هذه الإيه؟ المدينة، لكي يعمقوه في الإيه؟ في الإيمان، وسبهم. وبعد كده تحرك إلى برية إلى سينا، فجاءت النساء وسيلة قالوا له ده احنا هنقول لك أخبار حلوة على الناس اللي في تسالونيكي. وابتدوا يكلموه، قال لهم طيب استنوا بقى أبعت لكم رسالة إلى تسالونيكي. أنا ما هبتش يا جماعة من عندكم زي ما ناس أشاعوا عني. أصل هم أشاعوا عنه إن هو بتاع فلوس، عاوز ياخد إيه؟ فلوس عشان الرسالة بتاعته دي. وهو الراجل
كان في قلب المدينة دي في خلال الثلاث أسابيع كان بيشتغل صانع خيال. صانع خيال يعني الراجل ما خدش حاجة منه، لكن يقولوني كده بعد كده ان مدينة فيلب لأنها دخلت في إيمان جزء منها كبير، فابتدت تدي بولس الرسول إعانات لكي يكمل رسالته. هو ما قالهوش هاته، لكن علشان يقدر ايه يكمل السفريات والرحلات بتاعته اللي كان بيعملها. هدف الرسالة عشان يعمق، اولا يعمق ايمان المسيحيين. يبقى النهاردة انا لما لقى حد بيستهدي بالكلمة بعد ما قمت احس بان انا بقيت قوي مش ضعيف. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لان احنا قلنا قبل كده انهم كانوا عندهم تجارب جنسية كتير في قلب المجامع بتاعتهم وفي قلب المدن بتاعتهم، كان لابد انهم يقول لهم ان لابد من الحياة الايه المقدسة، لابد من الحياة المقدسة. اختن عينك، اختن ايدك، اختن اعضاءك. فهنا كان بولس الرسول كان محدد في الرسالة بتاعته ان نحيا في حياة مقدسة. الحياة المقدسة تقربني الى الله بإرضاء. نمرة ثلاثة، لتصريح بعض التصرفات في الايه في الكنيسة. فلم يكن بعض الاعضاء يحترمون قادتهم الروحيين كما ينبغي. يعني كل واحد كان حديث في الإيمان كان في حد أعلى منه لأنه متعمق في الإيمان أكتر وليه حياة أكبر، فكان الصغير تقريبا بيعامل الإيه القائد مش حلو، معاملة مش حلوة، أو بيتكلم معاه بأسلوب مش ظريف، أو بيتكلم أنت إيه يعني أنت أحسن مني. يعني هو ده الكلام اللي إحنا المتدرج المتعرف عليه، أنت مش أحسن مني، فأنت مسيحي وأنا مسيحي زيك، إيه المشكلة يعني؟ لكن الكتاب يقول لي كل واحد يمتاز عن الآخر، عن حد تاني في إيه؟ في الإيمان. في ناس متقدمين في الإيمان، وأنا إن كنت أتعامل مع أي حد اعتبر الذي أمامك هو أحسن منك دائما، لكي تتخطى إلى درجات أعظم في الحياة الروحية مع الله. دائما انظر للذي أمامك كأنه أحسن منك. أنا ولا حاجة. تذكر خطاياك أولا قبل ما تتكلم مع الإنسان، دائما تتذكر ده. لو تذكرت ده مش هتتعالى على حد. فهنا بولس الرسول كان عاوز يتكلم في النقطة دي مع الناس بتاع تسالونيك، يقول يا جماعة خد بالك، لا ده في قادة لابد ان انا احترم القادة دول، ده دول اللي علموك، ده دول اللي علموك، ودول اللي شالوك، ودول اللي بيسلموك بالصلوات. فانت النهاردة لابد انك تتعلم منه. ما جيش النهاردة وابصره بصة مش حلوة، ما جيش النهاردة واكلمه كلمة مش ظريفة، ما جيش النهاردة وانا هواليه بس اطلع لي بره، ما ينفعش. مش هو ده اللي اتعلمته من سيدي. المفروض كده، مش هو ده اللي اتعلمته من سيدي. اتعلم انك تنزل عشان تقدر تدخل مستوى اعمق في الحياه الروحيه مع الله. اتعود على ده واتعلم ده. بولس نفسه قال انا الساقط، يعني انا القليل، انا اللي نازل لتحت. بولس قال كده بالرغم ان لما اتكلم ده بولس داعي النار. لو بصيتوا كده بولس داعي النار بصراحه، النار. أنيس منصور كتب كتاب، الكتاب دوت كان اسمه العظماء 100 اعظمهم محمد. طبعا لازم نقول كده طبعا لانه هو الراجل بتاعه يعني، فحطه هو نمره واحد، حطه هو نمره
واحد، وراح جاي حاطط بولس قبل المسيح. ليه الترتيب ده هو حاطه؟ لانه قال في الكتاب بتاعه كده، انا قريت الكتاب ده، قال ان لولا بولس ما كانش هيكون فيه مسيحيه، لان اللي وصف الرساله للناس كلها هو بولس. فكان في نظره انه الراجل ده فيلسوف كبير بيعرف يوصل الرساله صح وبيعرف يؤثر على الناس، فاعتبر يعني من العظماء. لكن طبعا احنا طبعا نختلف طبعا، لان صاحب الرساله هو الاعظم في نظر الكل. قال لي واحد قبل كده، مش عارف سمعتوها مني ولا لا، واحد كان غير مسيحي، كنا بنعرف بنشتغل في اتجير نعمل تماثيل زمان، كنت بشتغل معاهم واحنا قاعدين كده، هو غير مسيحي، سألني سؤال: من هو العظيم؟ من هو العظيم؟ قعدت اقول بقى يعني في عظماء كتير يعني، وانا بقى طبعا يعني بجيب له بقى ناس من الممثلين ومن الناس من الحكيم وناس من اللعيبه وناس من السياسيين، فكل ده مش عارف. وفي الاخر خالص قال لي: لا ده كل ده هتكون على جنب، قول لي انت العظيم مين؟ مين غير دول؟ قلت له: اصل العظيم بالنسبه لي انا غير العظيم بالنسبه لك انت. فبيقول لي: طيب قول العظيم اللي عندك يمكن اكون انا متشارك معاك في نفس الفكر. فقال لي، قلت له: العظيم بالنسبه لي انا، لانه هو خالق الكون وهو اللي عملني وعملك، هو السيد المسيح. قال له: انا معاك. الكلام ده تقريبا بقاله اكتر من 20 سنه او 25 سنه. ده كان يمسك طوب وينحت فيه ويعمل تماثيل وحاجات زي كده، كان فنون جميله ساعتها. فبيقول لي فعلا ليك حق، ده احسن واحد في العالم واعظم من كل العظماء هو السيد المسيح. بصيت له وانا مستغرب اقول له: طب ليه بتقول كده؟ قال لي: هقول لك انا ليه. انا قريت العهد الجديد 4 مرات واقتنعت تماما ان الذي يؤثر في 12 فرد وال 12 فرد يؤثروا في الناس كلها يعتبر عظيم، والشخص الذي يموت نيابه عن العالم كله هو الاعظم. ايه الفكر ده؟ جبت ده ازاي؟ ما كانش بالايمان، لكن كان بالقرايه والمعلومات فقط. لكن هو طبعا ما دخلش الايمان لغايه دلوقت. ليه؟ لانه هو عايز يعيش كده، مش خالف، لكن هو عايز يعيش كده، حياته كده مريحاه بدون مسيحيه وبدون اي حاجه، عايش كده وبس، ملوش دين. لكن عايز اقول ان فعلا بولس الرسول عظيم جدا جدا، وفي الاخر يقول: انا الفقير، انا القليل. اوعى تقول على نفسك انك عندك حاجه، انت مهما وصلت انت ما طلعتش، انت مهما وصلت وعرفت انت ما طلعتش، انت لسه بتحمو ولسه بتتعلم ولسه هتتعلم. ما تقولش انا احسن من فلان، لا، مفيش حد فينا احسن من حد، كلنا في الموازين الى فوق. لاحظ نفسك والتعليم زي بولس الرسول. اكتفي كده واكمل معاكم المره الجايه.